يقول أبلغ من العمر 24 سنة ولم أستطع الزواج لظروف الصعبة ولغلاء المهور، ولذلك أفكر في الزواج دائما، فلجأت إلى الصيام، ومع ذلك في أثناء الصيام بعض الأيام تتكرر تلك الظاهرة، فما حكم صيامي؟ هل هو صحيح؟ وأرجو أن توجهوني بما ينفعني ويعصمني، جزاكم الله خيرا. عليك بقطع التفكير بالزواج وأن تكثر من ذكر الله عز وجل، تترك التفكير بالزواج لأجل أن يمتنع هذا الذي ذكرت. وأما إذا لم تستطع وكان هذا أمرا يغلبك، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك بالتقليل من التفكير أو انصراف ذهنك عن التفكير في هذا الزواج، وعليك أيضا بالمبادرة في الزواج، وعليك أيضا المبادرة مهما استطعت أن تتزوج ولو استدنت من أجل الزواج، فإن من استدان من أجل أن يتزوج ويعف نفسه فإن الله يعينه ويوفقه ويسدد عنه دينه، يسر له ما يسدد به دينه. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا تزوجت تبتغي العفاف ولو بالدين أعانك الله سبحانه. ومن الثلاثة الذين على الله عونهم المتزوج يبتغي عفافا، فعليك أن تتقي الله ما استطعت وأن تبادر إلى الزواج مهما استطعت ولو كان هذا بالدين، لأجل أن تعف نفسك ولأجل أن تسلم من هذه المشقة وهذا العنت.